قبل إنجي شرف، فنانين اعتزلوا الفن في سن صغير. بعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائيا. تحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني. بالكلمات دي أعلنت الفنانة إنجي شرف خبر اعتزالها، ومع الإعلان ده اللي فاجئت بيه إنجي شرف الجميع، خصوصا إن سنها صغير ومشوارها الفني مش كبير، بتكون آخر حد انضم لقائمة الفنانين اللي أعلنوا اعتزالهم في سن صغير. جيهان نصر. احتلت جيهان نصر صدارة القائمة بعد ما أعلنت اعتزالها الفن نهائيا سنة 1998، وهي لسه في عمر 26، عشان تتفرغ لعيلتها بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربطلي. نورة. تعتبر الفنانة نورة أخت الفنانة بوسي من أوائل الفنانين اللي أعلنوا اعتزالهم التمثيل مبكرا، وده بعد ما حققت نجاح كبير وشهرة واسعة خلال فترة قصيرة، عشان بعدها تقرر تنهي حياتها الفنية في سن صغير وترتدي الحجاب. أدهم نابلسي. اعتزل الفنان أدهم نابلسي الغناء بعد ما قدم عدد من الأغاني اللي حققت نجاح كبير، عشان تكون آخر أغاني حان الآن، وبعدها قرر الاعتزال إرضاء لله ومسح كل أغانيه واتجه لتلاوة القرآن. فارس حميدة. في سنة 2022 أعلن مغني المهرجانات فارس حميدة مؤدي مهرجان مفيش صاحب يتصاحب اعتزاله الغنى نهائيا، وأكد تفرغه لتلاوة القرآن الكريم والابتهالات. زيزي عادل. في سنة 2022 برضو خرجت نجمة ستار أكاديمي الفنانة زيزي عادل في فيديو أعلنت فيه خبر اعتزالها الفن، وقالت قررت أسيب المهنة اللي بشتغلها وابتعد عن أكتر مغريات الدنيا وهي الشهرة، واتقرب ممن هو أهم بكتير.